بيحاول يحارب الفكر ده هو نفسه بيتحارب. المطلوب مننا، لان انا شايفه ما شاء الله الحضور جاي، المطلوب مننا ان احنا نبقى ايد واحده. لما نحس ان في واحد بيواجه فكر متخلف او فكر متطرف، نقف معاه، نقف جنبه. مش انا اجي اقول لك اصل يعني ما ينفعش اتقبل الهجوم على الشخص ده، او لا اصل انا ما اقدرش اقول للشخص ده انت غلط اصل صاحبي وحبيبي وكده ونعرف بعض من ايام الجيزه، فانا لازم اقف جنبه واقول له انت بتتكلم صح. المجاملات دي هي اللي هترجع علينا، هي اللي هترجعنا ورا جامد قوي. احنا النقطه ان احنا النهارده بنتكلم في هذا الفكر المتطرف، ازاي نحاربه؟ مش مجرد ان احنا بنستعرضه، يعني احنا ممكن نقعد نقول ان الفكر الوهابي جاي من محمد عبد الوهاب اللي كان معتنق هذا الفكر وكان موجود في السعوديه ونشر الفكر ده، والفكر ده وصل لنا مع الناس اللي جايين من الخليج، ونعمل تعريف. بس مش هو ده المطلوب. انا المطلوب مني ومن حضراتكم ازاي نحارب الفكر ده، ازاي نقف ضده، ازاي نوقفه، ازاي نكون اقوياء، ازاي نقول الحاجه الغلط انها غلط مهما كانت درجه معرفتي وصداقتي وقربي من الشخص اللي انا بواجهه. واجه بقوه، لان ده احنا محتاجينه يعني. وبالتالي لو رحتوا بقى المنتديات اللي بيسيطر عليها الفكر ده، اولا مبدئيا هتلاقوا كتب غريبه جدا، هتلاقوا اشكال غريبه جدا، هتلاقوا كلام غريب جدا، وهتلاقوا توزيع القاب عجيب جدا. يعني واحد كده قاعد يقول لك الكاتب العظيم، وهو العظيم ولا حاجه، الشاعر اللولبي، لو سمعته تبقى عايز تنط من الشباك. يعني النقطه انه انت ما بتلاقيش ثقافه الاماكن دي اللي هي مدعومه بالفلوس، اللي هي براس المال الخليجي، وبقى يتعمل على فكره منتديات ثقافيه عندنا هنا بتصرف عليها دول خليجيه. هو بيعمل ايه؟ هو بيلغي عقلك وبيسحب الرياضه الثقافيه منك. والنهارده ايه الدليل على سحب الرياضه الثقافيه من مصر؟ ان الكم بقى كبير جدا، كتب كتير جدا ومؤلفات، ولكن الكيف قليل. يعني عشان تمسك كتاب تقول الكتاب ده كويس، الفكر ده كويس، التاريخ ده محكي بشكل كويس، بقى قليل، لان هو بيسحب الرياضه الثقافيه. وفي دول كتير بتحاول تسحب الرياضه الثقافيه من مصر وهتنسحب. لو احنا فضلنا سلبيين مستسلمين، ده نوع من الحروب بيمارس علينا، وسيتم سحب الرياده مننا. ولما تنسحب الرياده مننا هنسمع اغاني تافهه، وهنشوف مسلسلات تافهه، وهنتفرج على جعفر العمده البلطجي اللي لابس العبايه فوق البدله وبيدخل الاماكن. يعني تلاقيه في جزء من المسلسل داخل مثلا مطعم او كافيه، فالمطعم رفض زيه مثلا يشتريه. بصوا بقى رجعت القوه الماديه، يشتري المطعم او الكافيه ويفرض ثقافته عليه. ده اللي بيحصل فينا دلوقتي، هم بيشتروك بفلوسهم، لان احنا عندنا مشكله اقتصاديه، عندنا مشكله اقتصاديه قويه. فده خطر كبير ان تلاقي حد بيشتريك، سواء بيشتريك بفلوسه او بيشتريك بافكاره. زي الحاجات اللي بتحاول تجيلنا، يجي مثلا يعمل كاس العالم في قطر ويدي قطر تنظيم كاس العالم، ومن خلال هذا الحدث اللي هيتبص ليه العالم كله، بس يدخل لك دعوه للشذوذ، يدخل لك دعوه للتحرر الغير مدروس، يدخل لك حاجات كتير. فلازم نبقى صحيين. انا بس ليه بقول الكلام ده؟ انا نفسي حضرت قبل كده ندوه فيها الناس اللي عندهم افكار متطرفه، فقالوا لي عندنا واحده شاعره عظيمه الالقاب اللي بيوزعوها. الشاعره دي اولا كانت منتقبه، وانا ماليش دعوه، هي اللي هي لابساها هي حره تلبسه. المهم انا عايز اعرف هي هتقول لي ايه. هي طلعت قالت القصيده بتاعتها كلها عباره عن انه ايتها المراه المسلمه، بس عم تقول شعر، يجب ان ترتدي النقاب، انه كذا لكذا. يبقى ده مش شعر، هي بتوجهني من خلال الادب اللي هي عايزه توصله لي. ده كانت مشكله. مره ثانيه برضو كان في ندوه مثلا عن الميكروفونات، فانا بقول ان لازم الميكروفونات يبقى صوتها واطي، علشان مثلا خصوصا الميكروفونات اللي بتقول الاذان في اذان الفجر، في ناس نايمين، في اطفال بينفزعوا، فلازم فعلا. لقيت حد قام من ورا دقنه كبيره جدا قال لي انت بتحاربي الاذان وبتحاربي كلام الله وعايزه الناس تقفل الميكروفونات وما
معهوش امام ربنا وانت عندك انك تقعدي تسمعي في الميكروفون حفله واغنيه حلوه على قلبك لكن مش عايزه تسمعي الاذان، هو ده الفكر، هو ده الفكر اللي احنا بنحاربه. انا النهارده في الوقت ده اقدر اجي اقول لك انه الغناء حرام نموذجا ام كلثوم؟ مستحيل. لو الغناء بيقدم بشكل سليم وبشكل رائع هيبقى صح، لكن ما ينفعش ان انا اسمع اغنيه واحده بتقولي سيب ايدي وسيب راسي والحاجات اللي احنا بنسمعها والكليبات الخليعه اللي بتتعمل. طبعا هقول ايه في الكلام الفارغ ده، بس مش معنى اني ارفضه اني بدخله في دايره الحلال والحرام، لا. احنا عايزين نتعاون حقيقي في مواجهه الفكر الوهابي او السلفي او اي فكر ضد القيم بتاعتنا عن طريق اننا نتمسك بالقيم اكتر. بالعكس احنا بنتمسك بقيمنا وبنوصل اللي احنا عايزينه. انا عايز اقول بمناسبه موضوع الكوتش ده، انا لابسه على فكره الكوتش يا شباب، انا عندي شوكة عظميه فلازم البسه، ولكن ما كانتش دي المشكله بالنسبه ليا، كانت المشكله ان انا لقيتهم بيلبسوه في الافراح، يعني البنات تحت الفساتين السواريه لابسين كوتشي والولاد لابسين على البدل الكوتشي. قلت بقى ساعتها بس قلت الثقافه بتتغير، ان احنا كنا زمان لما بنروح حفله او لكل مقام انا مش وانا رايحه اركب المترو او اركب عربيتي البس كعب، بس لو انا رايحه خارجه خروجه بقى في دور البس كعب. بصوا ازاي الموضوع كله بيتغير، الكوتشي مش هيبقى بس انت بتلبسيه في خروجاتك السريعه، لا وكمان في مناسباتك المهمه وفي افراحك. يعني انا لو رايحه فرح لا لازم حاجه بكعب عالي، لو رايحه ازور ناس ما ينفعش البس كوتشي، النهارده لا عادي، ممكن اروح ابقى رايحه خطوبه او زياره مهمه جدا والاقي شاب لطيف وسيم لابس كوتشي على بدله. هي دي الحاجات اللي بتدخل لنا ودي الحاجات اللي احنا عايزين نحاربها، صدقوني هي بتدخل كتير جدا فينا، ولو ما كناش هنحط ايدنا في ايد بعض كله في مجاله. هما بيلوهونا على فكره لا ومنخفي انه يسيبك يليق في قضية مهمة زي صلي على النبي كده، موضوع الصلاة على النبي، لينا على الفيسبوك أو في الحياة العامة في قضية مهمة والناس تدافع لازم نصلي على النبي، وهو كده لهاب خالص عن الحقيقة اللي هو عاوز يدخلها لك، واللي للأسف بمرور الوقت بتدخل. على فكرة هو بيهيئ المجتمع بره موضوع الشذوذ، والموضوع الشذوذ ده ربنا يستر وما يسترش، ان مفيش حاجة اسمها انت ولد ولا بنت، ما تقولش وانت صغير في المدرسة هويتك الجنسية الا لما تكبر وتفهم، حاجات كتير بيحاولوا يسلفوهالنا، حاجات كتير قوي. احنا المفروض نبقى صاحيين لده، لان لو احنا ما صحيناش لده كويس الريادة الثقافية هتتسحب بالمصر والريادة الفنية، بعد مدة هتلاقي كتب هايفة ومسلسلات هايفة وأغاني هايفة ومسرحيات هايفة وإعلام هايف وكل حياتنا هتتمسح. فلو ما كناش نواجه ونقول للحلو أنت حلو وللوحش أنت وحش جدا وهذا الكتاب غير جيد أو هذا الفكر غير جيد، يبقى عندنا مشكلة حقيقية. وشكرا.